آخر قصة في هذا الكتاب هذا ياك اللي سميتو بيان لير اي كومبروندر ياك هو كاين كتاب آخر أو الثاني كاين كتب أخرين ولكن اللي حاصل دابا كاين واحد كتاب آخر كاين هذيك الساعات يقراوه الناس في الشهادة ياك. المهم هاد القصة اللي في هذا الكتاب هنا الاسم ديالها ليستوار دي بيتي آن كي فولي الي دون لا لون. عمرك سمعتي بهاد القصة؟ ها؟ مسمعتاش؟ ليستوار يعني القصة ديال اش؟ ديال بيتيت آن. لو بيتي آن شكون هو؟ هو الحمار الصغير. ديال الحمار الصغير كي فولي الي. كي فولي الي؟ هو اللي باغي يمشي. هذا فولوار يعني أراد. الذي يريد الي سلفيرب الي يعني ذهب يعني يريد الذي يريد الذهب فين دون لا لون. شنو هو لا لون؟ يمشي للقمر. ايه عمرك سمعتي هذه القصه؟ ها ما سمعتيش؟ سمعينا قال لك. انا سمعت واحدة بحالها قال لك كوني تي ليستوار دو بيشو. شنو هي هذه؟ كوني تي ليستوار دو بيشو. شنو هي معنى ديال هذا؟ اش من الفيرب هذا كوني تي؟ اش من الفيرب؟ كونيتر هي عرفة فهمتي بحال سافوار حتى هي فهمتي سافوار حتى هي عرف ياك لكن مع شويه ديال الفرق. اذا كونيتي هل تعرف ليستوار يعني القصه دو بيشون ديال بيشون. شكون هو بيشون؟ راه هنا نشوف شكون هو بيشون. بيشون لو بوتيت ان لو بوتي ما عندوش انا لو بوتي ان كي فولي على دون لا لين. اذا شكون هو هاد بيشون؟ بيشون هو لو بيتي ان كي فولي الي دون لا لين ياك. قال لك هل تعرف قصه بيشون اللي هو لو بيتي ان كي فولي الي دون لا لين اللي هو الحمار الصغير اللي باغي يمشي للقمر؟ نو يعني لا اعرفها ياك. اذا شنو غايقول لك؟ شنو الجواب؟ Je vais te la raconter. Fais bien à tenir. Attention. Attention. Fais bien attention. Yak. Je vais. يعني ça. هذا le verbe aller. Le verbe aller. Yak. هذا بحال اللي شفنا دابا كي فولي الي. ياك هذا لو فيرب الي الانفينيتيف كما تنشوفوه. هذا هو الاصل ديالو عنده ار على ف ولكن في الصرف ديالو يتغير كليا مع الضمائر الاولى فهمتي مع الضمائر الاولى يعني خاصه من المفرده ياك. اذا اش نقولوا؟ تنقولوا جو في تي فا ايل فا عاد نو زالون فوزالي ايل فون. عندك غير ديك نوفو هي اللي فيها شبه مع هاد الي فهمتي. اما الصرف يعني في باقي الضمائر تبقى على هاد الشكل فهمتي يعني جوفي. ولكن هاد الفعل ايضا كعدة افعال ياك يعني كنا ذكرنا البعض منها ملي تيجي موراه واحد الفعل اخر فهو يعني المستقبل. جوفي يعني ساء هذا لو فيرب غاكونتي شنو هو المعنى ديالو؟ غاكونتي 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 اون استوار بايزون ياك. شنو هي غاكونتي؟ غاكونتي هي حكا هي عود شي قصه فهمتي. اذا شنو المعنى ديالها؟ ساحكيها لك فهمتي. ساحكيها هي جوفي لا غاكونتي. ساحكيها لك هي جوفي تو لا تو هي لك جوفي تو لا غاكونتي. الحمد لله ساحكيها هي جوفي لا غاكونتي جوفي لا غاكونتي الا بغيت نقول ساحكيها ولكن ساحكيها لك هي جوفي تو لا غاكونتي يعني لك هي دي الط هذه لا هي ها احكيها ساحكيها ياك. اذا هما جمعوها في العوض اللي غايقولوا غادي نحكي هذه القصه لك جوفي غاكونتي سيت استوار ا توا عوضوها بهاد جوفي ت
تو لا راكونتي. فهمتي؟ مختصرة. في بيا اتونسيون يعني اعمل جيدا الانتباه، يعني انتبه جيدا. فهمتي؟ هما هكا طريقة التعبير عليه الفرنسي هذا الشكل. في بيا اتونسيون ياك. هذه شنو هي؟ كوني تي تي كوني ريمي. تي كوني ريمي. اسم الفيرب هذا كونيتر. سلفر كونيتر هو هذا اللي كاين الفوق اللي شلنا قبل ياك. هنا قلنا كونيتي، هل تعرف؟ كاين هنا تي كوني ريمي. لو كاماغات دي روني. لو كاماغات دو روني يعني تي كوني ريمي. لو كاماغات دو روني يعني فيها بحال شبه سؤال هنا. فهمتي؟ انت تعرف ريمي. لو كان لو كاماغاد يعني صديق غوني. لو كاماغاد دو غوني. فهمتي؟ هاد النوع ديال الاسئله اللي تنقلبوا فيه الفعل مع الضمير تيكون معروف كونيتي، يعني باينه غتكون بوان انتروغاسيون ياك. ولكن هذه تيكوني بحال هكا تتكون الضمير في بلاصتو عادي والفعل في بلاصتو ما مقلوبش. اذا هنا شنو تيوقع؟ اذا هنا في هذه الحاله تحتمل الكلام جوج ديال الاوجه. الوجه الاول هو وكلهم تيرجعوا للطريقه ديال القراءه. فهمتي؟ تيرجعوا للطريقه ديال القراءه بحال هاش. ممكن نقرا هذه الجمله بهذا الشكل تي كوني غيمي لو كاماغاد دو غوني بهذا الشكل عادي. في هذه الحاله شنو غيكون المعنى؟ انت تعرف غيمي صديق غوني ياك. بحال الشكل تقراها عادي. كاين الطريقه الاخرى ديال القراءه هي تنبدل الصوت. اش نقول؟ تي كوني غيمي لو كاماغاد دو غوني. انت تعرف غيمي صديق غوني. اذا هنا شنو راه ولا سؤال؟ انا قريتها بنفس الطريقه. فهمتي؟ نفس ما بدلت حتى شي كلمه. فهمتي؟ ولكن شنو تنبدل؟ تنبدل الطريقه ديال الصوت. فهمتي ولا؟ اذا الاول تتكون جمله غير عاديه تي كوني غيمي لو كاماغاد دو غوني هاك عادي. فهمتي؟ كاين الحاله الثانيه تقول تي كوني غيمي تي كوني غيمي لو كاماغاد دو غوني. إذا هنا تيولي سؤال. فهمت ولا؟ إذا غيمي غيمي أبيت دون أون بتيت بتيت فيرم. غيمي أبيت سي لو فيرب أبيتي سي لو فيرب أبيتي يا سكنة. إذا غيمي تيسكن يسكنو يقطنو دون أون بتيت فيرم يعني في واحد مزرعة صغيرة. dans une petite ferme يعني غيمي يسكنوا في مزرعه صغيره. avant de partir اذا غيمي تيسكن في واحد الفيرما صغيره قبل ما يمشي. avant de partir c'est le verbe partir ياك. avant هي قبله. avant de partir pour l'école. يعني قبل الذهاب الى المدرسه avant de partir pour l'école ياك. ممكن نقولوا à l'école. المهم على حساب استعمال ديال الكلمات. il va dire bonjour. il va dire bonjour يعني تيمشي يقول يوم سعيد. يذهب ليقول يوم سعيد. il va dire bonjour à chocolat. شكون هو الشوكولا؟ لو غراند شوفال. لو غراند شوفال يعني الحصان الكبير سميتو الشوكولا ياك. لما عاوتاني تيقول بونجور الا فاش الا فاش يعني للبقره. لما عاوتاني تيقول بونجور او بول وعاوتاني لما تيقول بونجور لكانار. او كانار يعني للدجاج يقول يوم سعيد للدجاج ويقول يوم سعيد لمن؟ للبطات. ولما نعود تاني أولابان يعني والأرانب ويقول يوم سعيد للأرانب. مي ولكن ميسون ميور ولكن صديقه. شكون صديقه الأحسن. صديقه الأحسن ميور يعني الأحسن بالمرة. الحمد لله. ميسون مايور يعني ولكن صديقه الأحسن. بيش
سي بيشون سي بيشون سي بيشون يعني بعد مرة تقول شي واحد مثلا في شي مباراة مصارعة أو أي شيء أنا آخر تقول جو سوي لو ميور يعني أنا هو الأحسن فهمت ولا لا؟ شي واحد من الأبطال مثلا يقول جو سوي لو ميور ياك؟ أو واحد من الرياضيين يقول جو سوي لو ميور يعني أنا هو الأحسن فهمتي؟ إذن مي سو ميور أمي يعني ولكن صديقه الأحسن سي بيشون يعني هو بيشون شكون هو بيشون؟ لو بيتيت ان لو بيتي ان اللي كنا تكلمنا عليه من قبل ياك كومون كومون بيشون بيشون نت اتيل اتيل ديفوني سون امي كومون بيشون اتيل ديفوني سون امي يعني كيفاش بيشون اصبح ياك اتيل devenu يعني أصبح devenir هي أصبح فعل أصبح ياك comment Bichon est-il devenu يعني كيف أصبح son ami يعني صديقه كيف حدث لبيشون حتى أصبح صديقا لي لمن لغيم ياك هنشوفو je vais te le dire شوفي لحظة هنا يعني أنا أقوله لك دير يقال فهمتي جو دي تي ديل دين و ديزون فو ديت إل ديز ياك إذن شنو هي قال جو في تو لو دير يعني سأقوله لك بحال اللي شفنا قبيلة بحال هذه اللي شفنا قبيلة فين هي هاهي بحال هذه Je vais te la raconter. يعني سأحكيها لك. فهمتي؟ هنا في بلاصة راكونتي كاين في فعل دير ياك؟ Je vais te le dire. يعني سأقوله لك. ها؟ Tu au bout de village. De village. De village. Tu au bout du village. يعني ممكن نقولوا ممكن أن نقول au bout du village. يعني على الجانب من القرية فهمتي على الجانب من القرية ولكن تنقولو تو اوبو دو فيلاج يعني على الجانب في اقصى القرية فهمتي ولا يعني في اقصى القرية يعني ليس فقط في جانبها ولكن هو اكثر ما هو اخر واحد فهمتي ولا في ذلك الجانب فهمتي ولا يعني هو اخر واحد في ذلك الجانب تو اوبو دو فيلاج يعني في اخر ما يوجد من القرية فهمتي تو اوبو du village hein dans une village une dans ville. Une vieille maison dans une vieille maison يعني في منزلين يعني قديم ياك vieille بحال تنقولوا حنا vieille femme يعني امراه قديمه او امراه عجوز ياك ممكن هنا نقولوا عاوتاني منزل عجوز ولكن لا يصح ياك إذن في اللغة العربية نقول منزل قديم ياك dans une vieille maison ولكن هاد vieille في الفرنسية لا تفرق بين هاد المسألة اللي تنفرقوا بينا احنا ياك إذن في الفرنسية vieille تستعمل يمكن أن نقول vieille femme ممكن أن نقول vieille maison باعتبار أن المنزل بالفرنسية راه مؤنث فهمتي une maison dans une vieille maison habiter le père Grégoire habiter le père Grégoire ياك habiter عرفناها c'est le verbe habiter هي habiter شنو معنيتها هي ساكنة ياك إذن في منزل قديم habiter يسكن le père الأب غريغوار ياك الاب غريغوار يسكن في هذا المنزل القديم اين يوجد في نهايه القريه فهمتي تو لو موند كل العالم تو لو موند تو يعني كل لو موند هو العالم افي بير
دلوي يعني افي بور يعني كان يخاف منه دلوي منه. إذن هنا المقصود بأن الجميع كان يخاف منه. Quand les enfants. Quand les enfants يعني عندما الأطفال. Quand les enfants. Venez. C'est le verbe venir. أنت مصرف في الامبارفي هنا يعني في ديك في الماضي. ولكن كانوا يأتون دائما يعني لم يأتوا في الماضي مرة واحدة. ياك ولكن كانوا يأتون سيلفير فينير يعني أتى جاء فهمتي جاء أو أتى إذا نعبر عنه بالفرنسية فينير ولكن كما قلت لك الآن بأنه مصرف في لامبارفي لامبارفي هو نوع من الماضي ولكن الماضي الذي يحدث باستمرار فهمتي كان يحدث باستمرار فهمتي الترجمة الوحيدة التي يمكن أن نعبر بها عن لامبارفي هي أن نقول كان ونضيف الفعل فهمتي؟ يعني أن الفعل كان يحدث مرة تلو المرة إذن شنقولوا كون لي زونفون فوني يعني عندما الأطفال كانوا يأتون فهمتي؟ لا يمكن أن نقول عندما الأطفال أتوا أتوا يعني أنهم أتوا وذهبوا مرة واحدة ياك ولكن لا هذا ممكن نعبر عنه بالباسي كومبوزي ولكن هنا تلاحظي بأن الفيرب الفيرب مصرف في لامبارفي لامبارفي يفيد الاستمرارية في الماضي فهمتي إذا بأنهم كانوا يأتون إذا المقصود هنا بأن الأطفال كانوا يأتون أين كانوا يأتون جوين devant sa maison. آه كانوا يأتون للاعب devant يعني أمام sa maison. sa maison يعني منزله. إذن هذا الأب غريغوار ياك لو بير غريغوار يعني كان الجميع يخاف منه عندما الأطفال كانوا يأتون للاعب أمام منزله. هو كان تلاحظين بالفرب جوتي هو في لامبارفي إذن هذا لامبارفي يعني كما قلت لك بأنه كان يفيد الاستمرارية في الماضي ياك بأن هذا الحدث كان يقع باستمرار إذن إلوغ جوتي إذن إلوغ جوتي يعني كان يضربهم كان يقذفهم فهمتي إلوغ جوت جيت كيلكو شوز يعني رمى شيئا ما فهمتي جو جيت لو ستيلو يعني انني رميت القلم فهمتي ياك ممكن حيدو هاد لوغ إل جوت يعني هو يرمي دي بيير يرمي حجاره او زونفون يعني الاطفال ولكن هاد الاطفال عوضناها بلوغ يعني هو يرميهم كان يرميهم هو كان يرميهم باش دي بيير ياك بالحجاره فهمتي ولا لا إلوغ جوتي دي بيغ يعني هو كان يرميهم بالحجارة هذاك الشيء كانوا تيخافوا منه إل نو ديزي تلاحظي بأن إس موجودة بين دو فويال بين إي وبين أ إذا غتقرا زيد إذا إس هنا غتقرا زيد لأن موجودة بين إي وبين أ اللي هما دو فويال إل نو ديزي يعني تلاحظي بأن لو فيرب ديغ حتى هو مصرف في لامبارفي بأنه كان لا يقول إل نو ديزي فهمتي il ne disait pas مثلا il ne disait pas كان لا يقول ولكن شنو هو il ne disait jamais ما عمره اذا هو ما عمره قال فهمتي لا يعني باستمراريه ولا مره قال شي نهار فهمتي لا اذا هنا تفيد هذا الكلام تفيد بانه لم يقل شيئا على طول هذه المده لم يقل ماذا il ne disait jamais شنو لم يقل جام لم يقل ما عمرو قال شنو بونجور بونجور ا بيرسون يعني بونجور ا بيرسون يعني يوم سعيد لاحد فهمتي لا لم يكن يقول بالمره يوم سعيد لاي احد ا بيرسون لاي احد يعني هو لا يتكلم مع اي شخص ولا يقول له يوم سعيد فهمتي إذن هذا هو لو بير غريغوار ياك تيضرب في الحمار خصنا نشوفوا علاش تيضرب في الحمار
وكان ما تيقول حتى شي واحد بونجور.